معنا من لوس أنجلوس جمال جوفانجي، بودكاستر ومؤلف ومنتج وخبير في الذكاء الاصطناعي، ومعي من فيرجينيا عبر سكايب كريستينا بودنار، المستشار في السياسة الرقمية. نعم، أولا شكرا لاستضافتي. لا أستطيع القول أنني قلق، ولكن ما أقوله هو أنا أتعاطف النص، فقط البشر هم الذين يعملون هذا لأنهم لا يتبعون نصا معين. الذكاء الاصطناعي يجب أن يتبع نصا، وبالتالي إذا استمرينا في استخدام الذكاء الاصطناعي